مزرعتنا اليوم هي من أكبر مزارع الدواجن والفر في قطر، واللي شهدت توسعات كبيرة في الفترة الأخيرة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق القطري. مزرعتنا اليوم هي مزرعة عذبة، واللي تقع في مدينة الشمال، وبيكون ضيفنا مالك المزرعة السيد عويضة سالم الكواري، واللي بناخذ معاه جولة وبيعرفنا عن كيفية تربية وإنتاج الدجاج بالطرق الحديثة داخل المزرعة. تابعونا في هالحلقة وبتعرفون المزيد عن إنتاج قطر. تم افتتاح مزرعة عذبة للدجاج في عام 2016 على مساحة 30,000 متر مربع، وتتكون المزرعة من عنابر مغلقة تعمل جميعها بأحدث الأنظمة الأوتوماتيكية، وكذلك تشمل على معمل تفريخ، بالإضافة إلى مجزر آلي به أحدث الأجهزة والمعدات بطاقة ذبح يومية تصل إلى 120,000 دجاجة تشمل الطازج والمجمد. أبو محمد، بيض الله وجهك على الاستقبال اليوم. احنا في مزرعة عذبة، ومزرعة عذبة غنية عن التعريف، ما شاء الله فيها انتاج كثير، انتاج من العسل، من الكنار، من السمان، من ايضا مشروع الحمام، لكن حضورنا اليوم نبغي نركز على الدواجن. يا مرحبا فيكم. يعني مزرعة عذبة حقيقة مزرعة جديدة، واهتمامكم فيها هذا يعني يدل على اهتمام حقيقة الاهتمام العام في الدولة. نعم. على الدواجن، وهذا الموضوع يعني نحييه إن شاء الله، وفي أي وقت احنا حاضرين إن شاء الله. نعم، وما شاء الله حتى انتاجكم موجود في السوق، يعني مو مبتدئين جديد، لكن لكم وقت، ونتمنى لكم التوفيق، ونبغى نشوف المزرعة وقتكم إن شاء الله. أبداً يا مرحبا فيكم. لكن إحنا طبعاً مزرعة عذبة لها أمور كثيرة مثل ما تفضلت، لكن الدجاج الأبيض صار لنا تقريباً سنة فيه، إنما الحمد لله انطلاقة جداً ناجحة، ومنتج جميل جداً ومعروف، ويستحق حقيقة الاهتمام. جزاك الله خير، روح نشوفه. إيه تفضل تفضل. ان شاء الله محمد، هذا قسم التحضين عندكم؟ هذا قسم التحضين. نعم. التحضين يعتبر يعني قسم التحضين هو، شوف، قسم التفقيس ككل. نعم. متواصل مع بعض. نعم. هذا المكان يعتبر مكان حساس جدا جدا جدا، ولذلك حتشوف هنا تكنولوجيا عاليه. ما شاء الله، شوف بين واضح ما شاء الله. تكنولوجيا عاليه من ناحيه التكييف، من ناحيه هذه التكييفات ايضا مش موجوده بالدوحه، جايه خاصه لنا. نعم. وبعدين المكاين هذه كلها يعني عاليه عاليه جدا في جودتها، ولذلك ناخذ نتائج منها، يعني ما شاء الله نتائج جدا حلوه. كم العدد اللي تشيله؟ ما شاء الله اشوف الحين خمس حاضنات. العدد في الوحده كم؟ احنا الان بدانا ب 25,000 بيضه فيهم كلهم، تعطيك اياها على ذبيح يومي، ذبيح يومي 25,000 دجاجه. نعم. الأيام الجاية حيوصل أيضاً ل25,000 ثانية. ما شاء الله. إيه نعم، موجود في نفس المكان هذا في التوسعة. نعم. 25,000 ثانية، فبيصبح تقريباً 50,000، فخلال 6 شهور تقريباً بيكون الذبيح عندنا وصل إلى 50,000. ما شاء الله. إيه نعم. ما شاء الله. الحين أبو محمد بنشدك عن البيض، البيض وين تجيبونه؟ إحنا نجيبه حقيقةً من بلجيكا. بلجيكا. إيه نعم. والله أبو محمد ما شاء الله شغل جبار، والله يوفقكم إن شاء الله. الله يجزيك خير ويبارك فيك. أبو محمد تشرح لي عن الجهاز هذا وعرفون. هذا الجهاز الله يسلمك هو جهاز التحكم في 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 التفقيس عن بعد، يعتبر يعني هذا عشان ما ينفتح المكان هذا، لانه مكان حساس جدا، ولذلك هنا التحكم في الرطوبه، والتحكم في الحراره، والتحكم في التقليب، والتحكم في الهواء. الحين هذه البدايه، لو نشرحها البدايه، الارقام هذه، هذه الله يسلمك الارقام هذه الارقام الطبيعيه اللي تعتبر ستاندرد جايه مع اي ماكينه. نعم.
هذه الأرقام يحطها التحكم الفني اللي موجود مسؤول على المكان اللي هو. هو اللي يختار درجة الحرارة رطوبة. طبعاً هني نعم لأنه هو محاسب على تارجت معين لازم يحصل عليه. يمتاز دجاج عذبه بأنه منتج قطري محلي 100% ويساهم في سد احتياجات السوق القطري، كما يتغذى الدجاج على تغذية نباتية مثالية 100% ولا يحتوي على إضافات هرمونية أو أي مضادات حيوية. محمد احنا في اي قسم الحين؟ هذا يعتبر قسم اللي هو التطعيم للصوص. نعم. اللي هي يعني يعتبر من المراحل النهائية في الموضوع اللي لازم بعدها تروح العناصر. بعدها تروح الى العناصر. التطعيم ضروري للكل ها؟ التطعيم طبعا فيه تطعيم اوتوماتيك وفيه تطعيم اللي هو مثل ما تشوف باليد. معظم الشركات في العالم يفضلون التطعيم باليد علشان لو لا قدر الله اختربت ماكينه. نعم. اخترب حاجه يكون متاكد. اي هذا موضوع حساس وخطير بشكل يعني لا يوصف يعني. نعم. اي نعم. وهذا ضروري التطعيم. التطعيم لابد منه. هذا التطعيم يعني ما في حتى يعني يعني هذا التطعيم هو يعطيك مرحله الدجاجه. خلنا نعطي بوصف افضل اكثر. ولدك الصغير اول ما يجي ما عنده جدول تطعيمات نفس الشيء. تطعيمات كلها كل كائن حي لابد له من التطعيمات الطبيعية، وبنفس التطعيم اللي يأخذه الإنسان يأخذه أيضا الطائرة والحيوان. مرة واحدة بس في العمر ولا في أكثر مرة؟ هو طبعا عمرهم هم مساكين يعني 25 يوم 30 يوم. لكن مرة واحدة. إيه نعم. لا يعتمد على اللي هي الجدول اللي يحطه الدكتور. نعم. وعلى حسب الحاجة أحيانا يحتاج أكثر يحتاج مرة واحدة حسب حالة الطائر. وعمرهم قلت لي لين شهر يعني تقريبا خلاص. يعتمد هذه الله يسلمك تحدد الخطة البيعية. الخطة البيعية تحدد الأوزان وعلى ضوء الأوزان تحدد الأعمار. يعمل في المزرعة فريق من الخبراء المتخصصين في مجال إنتاج الدواجن من مختلف التخصصات وعلى مدار الساعة لتحقيق أقصى متابعة وعناية سواء داخل العنابر أو المجزر. محمد وش النظام الغذائي اللي تستخدمونه عندكم في المزرعة؟ طبعا النظام الغذائي عندنا اول حاجه هو موافق للغذاء لدول مجلس التعاون. نعم. الغذاء معروف اللي هو غذاء نباتي. طبعا هني يكون نوع التركيبه هذه جدا احنا حساسين فيها ونعطي تركيبتنا، ولما نبغي نجيب يعني علف لابد نجيب علف بتركيبه خاصه فينا، ومن ثم نحط الدجاج مجموعه في اتجاه معين حتى نحصل على الغذاء اللي احنا نبغيه. فنشوف المراحل الغذائيه اذا جات صحيحه اعتمدنا الغذاء العلف هذا. نعم. لكن علفنا يختلف ابو محمد مقطع كلامك يا ابو خير، من مزرعه لمزرعه تختلف التغذيه. اي طبعا طال عمرك احنا عندنا مثال يقول من استرخص اللحم خانت بالمرقه. اي ففي بعض الناس ياخذون بسعر ارخص. فالرخيص معناته تتاكد في 100% ان التركيبه يعني رخيصه. والتركيبه تركبونها عندكم هنا ولا تستوردونها؟ لا في الوقت الحالي احنا نجيبها من برا. نعم. نجيبها من برا، لكن مستقبلا ان شاء الله الايام الجايه حتكون عندنا ان شاء الله. احنا ماشيين في هذا الموضوع. لكن من ضمن الغذاء اللي احنا ايضا الحاجه المهمه عندنا. نعم. ان الغذاء اللي عندنا الان اللي يروح للدجاجة. نعم. عبر ميزان دقيق جدا مرتبط في الجهاز. نعم. وهذا الميزان يطلع لك كل حبة تروح يعني لبطن الدجاجة. ما شاء الله. ويعطيك نتائجها أول بأول. أنت حتعرف نتائجها وتشوفها في الشاشة. فهذه النتائج ترجع إلى
مستوى الدجاجة وسمنها ونموها، أشياء كثيرة جدا تترتب عليها. فالحمد لله رب العالمين، من ضمن الحاجات اللي إحنا الآن تقريبا يعني متفائلين فيها أن إحنا نسبة النافق عندنا نسبة ضئيلة جدا جدا جدا، يعني ما تذكر. أبو محمد، يمكن إحنا سمعنا في تركيب العلاف، خاصة العلف المخبوس، يحطون فيه نوع من أنواع الأسماك، يحطون فيه العوم، يحطون فيه يعني تطلع بعضها فيها زفر. لا، الزفر ما يجي من الأسماك. الأسماك هذه الله يسلمك، هذه كالسيوم. نعم، الكالسيوم ما له دخل، هذه الكالسيوم حق العظام، عظام الدجاجة. نعم، مثل ما جسم الإنسان. صحيح. لكن الزفرة تجي من أشياء ثانية، تجي من الأدوية، وتجي من نوع المركزات اللي تعطى في العلف نفسه. والحين بنروح فاصل قصير، ومن بعدها بنكمل معاكم جولتنا وبنتعرف على المزيد من إنتاج المزرعة. لا تروحون بعيد وتابعونا. محمد، ما شاء الله، في أي قسم إحنا في المزرعة الحين؟ هذا قسم عنبر من عنابر التسمين اللي موجودة في المزرعة. طبعاً التسمين هذا اللي هو الدجاجة تتسمن حتى يجي موعد ذبحها، ومن ثم تذبح تروح إلى المسلخ، ومن ثم تروح إلى السوق، طبعاً بحسب الخطة الموضوعة في المزرعة للذبح. نعم، هذا المكان يعني اللي يديره اوتوماتيكياً ولا يدوياً؟ هذا السؤال حقيقة جداً مهم أنا بالنسبة لي حقيقة. هذا السؤال الآن يجرني إلى حاجة أنا أبغي أرويك إياها، هذه لأول مرة تدخل في قطر. هذا الجهاز يتحكم تحكم كامل في المزرعة، تحكم كامل 100%. يتحكم لك في الرطوبة، يتحكم لك في الماء، يتحكم لك في الحرارة، يتحكم لك في الأكل، يتحكم لك حتى في وزن الدجاجة. بتشوف داخل الآن بعد شوي حتى وزن الدجاجة يتحكم فيه ويطلع لك ذكر ولا أنثى، ويعطيك 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 التسلسل الغذائي للدجاجة، وتعرف أنت خسران ولا ربحان، لأن 100 جرام تحط أكل يعادل مباشرة 100 جرام لحم. فإذا ما عطيت اللحم، ولذلك هنا عندنا إحنا الآن شوف الجهاز هذا الآن يتحرك بروحه، كل شيء تسمعه داخل، الحرارة، الماء، الهواء، الأكل، كله فول أوتوماتيك 100%. ولذلك هذا الجهاز يعتبره أحدث جهاز في العالم الآن. يعطيك بعدين حتى شوف التقرير، يعطيك التقرير الدجاج، يعطيك التقرير بالدقيقة، لو النكلة حبة واحدة من فوق مباشرة يبين هني في الجهاز، واللي كلها ذكر أنثى ولا ذكر ولا ديش ولا دجاجة. محمد، ما شاء الله، لبستونا لبس الكاترة. هذا وش الغسم؟ هذا الغسم الله يسلمك غسم التسمين. طبعا هذا المكان حساس، هنا اللي تشوفه كل شيء موجود أوتوماتيك، فول أوتوماتيك 100%، ما عدا أنا وأنت بس نتكلم. ما شاء الله. إي نعم، هنا طال عمرك الأكل أوتوماتيك، الهواء أوتوماتيك، نفسنا أنا وأنت، الدجاجة هنا كل دجاجة لها نفس محطوط في الكمبيوتر هناك، قد الهواء اللي تحتاجه يجيها من خلال الأوتوماتيك، يتحرك ويتسكر ويتبطل كله بروحه. شوف تهوية زينة أبو محمد. إي طبعاً، التهوية هذه يتحكم فيها الجهاز، كله يتحكم فيها الجهاز، الرطوبة، الهواء، الأكل، الماء، هاي. وفي شيء مهم جداً أبي أقول لك، إن الجهاز هذا اللي الآن يتحكم في هذا المكان اللي تشوفه، هذا المكان الآن هذا الجهاز مربوط في تليفوني أنا وعيالي. ما شاء الله. يعني لو صار في خلل، لو صار في خلل في الرطوبة، خلل في الماء، خلل في أي شيء، مباشرة يصح عندي تليفون. لو أنا في برا مسافر في الصين في أي مكان، ما شاء الله، يعطيك تنبيه، يعطيني تنبيه، الدجاج عندك في العنبر الفلاني. هنا هنا هني إحنا إيش سوينا؟ رفعنا حجم الرزق إلى أعلى مسافاته، حتى أصبح صاحب الحلال عايش معه، ولازم يصير الشكل، لأنه طال عمرك العنبر الواحد هذا
على حسب حجمه، بعض 400,000، 500,000، 600,000. عدد اللي موجود. اللي موجود لا، المبلغ، المبلغ كبيع الموجود أحيانا 35,000، أحيانا 40,000، أحيانا 25,000، حسب حجم العنبر. ولذلك هذا الموضوع أنا حقيقة أحرص جدا جدا أن الدولة أيضا من ضمن اهتمامات المشكورة أيضا تهتم في الأشخاص اللي بيسوون العنابر، لأن تسوية العنبر هي تقريبا استمرارية الدواجن واستمرارية المزارع واستمرارية هذا المشروع المهم الخطر. ما شاء الله، نتكلم عن العدد اللي موجود تقريبا. نعم، اللي موجود اليوم هنا عندك في هذا العنبر. مساحة هذا العنبر 100 × 12. نعم، شايل طبعا هو يشيل 28,000 إلى 27,000 دجاجة، احنا نحط فيه 25,000 عشان الدول الحارة اللي مثل قطر ما تخليه يزدحم زيادة عن اللازم. يتم الاعتماد في المزرعة على أحدث التقنيات الحديثة في التربية والإنتاج والذبح، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمجزر 6,000 دجاجة في الساعة، شاملة مجزعات الدجاج المختلفة. محمد، هذا المسرح عندكم. هذه بداية الآن منطقة الذبيح. نعم. وينجمع فيها الذبح الإسلامي، بسم الله الرحمن الرحيم، موجود هنا، وفيها اللي هي مرحلة الصم ومرحلة التريش. التريش اللي تنظيف الريش. اللي هو الريش، طبعاً الريش عندنا احنا نظام أوتوماتيك يضغط بروحه وينفتح بروحه. نعم. حسب حجم الدجاجة. المراحل ابو محمد اللي تمر فيها الدجاجه من بعد الذبح والتنظيف لين تطلع من هنا، وش المراحل بالضبط؟ المراحل هذه اول ما تجي ما يتم تعليقها حتى تدخل في مرحله اللي هو الاحشاء. نعم. وتبدا اول شيء بالمكينه هذه. المكينه هذه طبعا مهمتها فقط تفتح الدجاجه من وراء. المكينه الثانيه هذه توسع الدجاجه من داخل. المكينه الثالثه اللي جنبها هذه تطلع لك الاحشاء من داخل، تطلعك الاحشاء داخل. بعدين عاد تجيك مرحله ثانيه، هنا تجيك مرحله التنظيف، تدخل تنظف. بعدين تجيك مرحله اللي هي مرحله دخل وشفط الهواء من داخل وشفط اي وسخ داخلها. شفط الصوت اللي تسمعه هذه، هذا شفط، هذه يشفط ينظف الدجاج من داخل. بعدين تجي في الغسيل، بعدين تروح المرحله اللي هناك اللي هي مرحله البكي. أبو محمد، هذه ثالث مرحلة أو ثالث غرفة ندخلها اليوم. هذه المرحلة يعني قبل الأخيرة اللي هو الثلاجات. آخر مرحلة تعتبر في مراحل الذبح. نعم. اللي هي ينقال عنها مرحلة الباكينج أو التغليف. هذه المرحلة تعتبر أهم مرحلة في إخراج الدجاجة واسم الشركة واسم المنتج القطري. المكان اللي أنا وأنت جالسين فيه اللي هو ينقال له مكان منطقة التبريد أو الشلر. هذه المنطقة طبعاً لازم الدجاج ينزل هني من جايك من الأحشاء، فينزل في الشلر اللي ورانا هذا. نعم. الشلر اللي ورانا هذا يغسل الدجاجة، ينظفها تنظيف كامل. طبعاً معظم المزارع يوجد فيها الشلر كامل، لكن ما يوجد فيها هذا اللي قدامك المجفف. هذا المجفف الآن موجود بس احنا في مزرعتنا في قطر، مش موجود بعد هذه المرحلة. بعد هذه المرحلة، هذا المجفف طبعا له قصة أخرى احنا هذه. المهم هو يجفف الماي من الدجاج. الحين حتى الغرفة اللي احنا فيها باردة، هذه الشلر اللي تكلمت عنه كم درجة حرارة؟ المنطقة هذه الحرارة فيها لازم من 10 لين أعلى شيء 12-13، يعني 15، لكن 15 مو مفضل، يعني 12-13-12-11 جيد. هذا من ناحية الغرفة ككل، المكان هذا كله اللي هو الباكينج. الشلر هذا درجة الحرارة الآن فيه صفر. صفر. إيه صفر. لازم تكون فيه درجة الحرارة صفر، وإذا ما كانت فيه صفر يكون فيه أشياء خاصة علمية
في الدجاجة يعني يعرفونها أهل المسالخ وأهل هذا المجال. بعد ما تطلع من التبريد هذا وتدخل في التنشيف تكون المرحلة الأخيرة. طبعاً نجلس في مرحلة التجفيف تقريباً ساعة ساعة ونص. ما شاء الله. أي نعم. يأخذ لفة كاملة. في بعد التجفيف تنتقل إلى مرحلة الميزان. المرحلة هذه اللي هي مرحلة الميزان. نعم. طبعاً الميزان مثل ما أنت شايف فول أوتوماتيك، عبارة عن 12 وزن عندنا موجود. كل وزن مثل ما أنت شايف يرمي بروحه. أوتوماتيك. إيه نعم. فالأوزان اللي موجودة عندنا هي أوزان اللي طالبها السوق تقريباً. الأوزان اللي طالبها السوق كلها. من كم لكم؟ موجود إحنا عندنا من 500 لين 1500 جرام، يعني كيلو ونص. موجودة هذه. بعدين عندنا مجزئات، عندنا أشياء كثيرة موجودة أيضاً كلها حاجة السوق، هذه اللي طالبها السوق. هذه يمكن من أهم المراحل أساس تقيس الوزن وتقيس السعر. الوزن هني يعطيك طبعاً العنبر دائماً يجي في أوزان، هذه سؤالك اللي سألت مياه من ساعة. العنبر يعطيك دائماً أوزان من هالشكل، يعني من حجم معين لحجم معين. نعم. فالمكينة هذه توزع الأوزان حسب المطلوب في السوق. أبو محمد، قلت لي في مراحل تشفية وفي شيل العظام، كم منتج عندكم يعني غير الدجاج الكامل؟ إحنا اليوم اللي ينزل لنا في السوق تقريباً 22 منتج. ما شاء الله. إيه نعم. اللي هي؟ طبعاً الأوزان كلها الدجاجة كاملة. نعم. من 500 وانت ماشي 500 600 700 800 900 1000 اللي هو كيلو كيلو 200 كيلو 100 وانت ماشي. نعم. وعندنا الاجزاء. أيوة. كل جزء يجي بروحه. نعم. هذه الاشياء الجوانح السيجار. اي نعم. الوروج والاشياء. أيه. هذه كلها. خلينا نشوف باقي المراحل. بكره هذا محمد تقريبا اخر مرحله عندكم اللي هي التغليف. هذه المرحله تعتبر من المراحل المهمه جدا اللي تبرز لك نوع المنتج. نعم. يعني خروجه الى السوق، فلا بد يكون يطلع الى السوق طلوع يعني يليق جدا بالمنتج باسم الشركه، وهذا الامر يعني عندنا له الكواليتي كنترول دقه متناهيه جدا في هذا الموضوع. يعني هذا ابو محمد ثلج ولا يروح فريش؟ طبعا فريش، لكن يدخل في ثلاجة الفريش. أيه. هني يدخل في ثلاجة الفريش وبعدين يجلس لين يتحرك. احنا كل منتجنا تقريبا كامل اليوم ينذبح، بكره كله رايح، خلال يوم بالكثير يعني ما تحصل منتجنا في السوق نهائيا. الحمد لله ما شاء الله. يعني احنا نتكلم المصنع كامل او الانتاج كامل يروح مبرد بس ما هو مثلج. نعم. الان احنا كل منتجنا يروح يروح فريش كامل طازج. نعم. وين يتوزع ابو محمد؟ يروح طبعا كل منافذ البيع اللي موجوده في الدوحه، النيره كامله. نعم. كارفور، اللولو، الاماكن كلها، مسكر وكواليتي، الاماكن هذه كلها موجود فيه منتجنا. لكن يعني الحمد لله رب العالمين ان اذا ما تروح بدري ما تحصل في السوق، لان الكم عليه طلب، عليه مرغوب. نعم. نعم عليه طلب الحمد لله كثير. يعني الله يوفقكم يا ابو محمد وبيض الله وجهك على هذا المشروع اللي يخدم البلاد اكيد، ونقول كثر الله من امثالك والله يوفقك. الله يجزيك خير ويبارك فيك. الله يطول عمرك. والله يعيننا ان شاء الله على خدمه قطر ان شاء الله. الله يرحم والديك، موفق ان شاء الله، موفق الله لا يهينك. لدى المزرعة عدد كبير من السيارات الحديثة المجهزة بأحدث تقنيات نقل المنتجات من المزرعة للمستهلك يومياً. تتلخص الرؤية المستقبلية للمزرعة في التوسع لزيادة حجم الإنتاج لتغطية السوق القطري بالكامل وعدم الاعتماد على الاستيراد. شفنا وتعرفنا معاكم في هالحلقة على مزرعة عذبة. انتظرونا في الحلقات القادمة وبتعرفون المزيد عن إنتاج قطر.